الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت وكالة بلومبرغ إن العراق قد يكون واحدا من أكبر الخاسرين من تدفق براميل النفط الروسية الرخيصة إلى آسيا، مع تراجع الطلب على النفط العراقي بكل درجاته. وكالة بلومبرغ أشارت إلى أنه لم تكن هناك عمليات شراء فورية لخام البصرة المتوسط أو خام البصرة الثقيل حتى الآن في دورة التداول الآسيوية الحالية، بينما لم يتم ترسية مناقصة لبيع النفط الثقيل. وتعتبر الهند والصين من المشترين الرئيسيين للنفط العراقي، إلا أنهما عززتا مشترياتهما من النفط الروسي المخفض بعد غزو أوكرانيا. ارتفعت مبيعات البنك المركزي في العراق من العملة الأجنبية للدولار خلال الأسبوع الحالي لأكثر من 1,250,000,000 دولار. وذكرت مصادر صحفية إن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الحالي أكثر من 1.25 مليار دولار بمعدل يومي بلغ أكثر من 251 مليون، مرتفعا بمقدار 4.45% عن الأسبوع الذي سبقه. بحث وزيرا الخزانة والمالية التركي مع عدد من المسؤولين السعوديين العلاقات التجارية الثنائية وفرص الاستثمار. وقال وزير المالية التركي إنه عقد اجتماعا مثمرا حول تسهيل العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين وتنميتها المستدامة وتقييم فرص الاستثمار، وأنهما اتفقا على زيادة التواصل من أجل شراكات ملموسة. وأشار الوزير إلى أنه ناقش الخطوات التي يمكن اتخاذها لتسريع التجارة الثنائية والمقاولات والاستثمارات والعلاقات التجارية. قال مسؤول أوروبي إن 12 دولة في الاتحاد الأوروبي متضررة من قطع إمدادات الغاز الروسي. وأكدت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني أنها لن تتلقى سوى نصف الكمية التي كانت قد طلبتها من روسيا، والتي تبلغ 63 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، من بعد أن عانت من نقص في الإمداد لمدة يومين قبل هذا الإعلان. هذا وتزود روسيا 40% من احتياجات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، كما أنها توفر 27% من النفط المستورد من قبل الاتحاد الأوروبي، ويدفع الاتحاد لروسيا نحو 400 مليار يورو سنويا في المقابل. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه قدم اقتراحا إلى الكونغرس بتعليق ضريبة البنزين على المستهلكين في البلاد لمدة 3 شهور. وذكر بايدن أن الأسر في الولايات المتحدة تدفع حاليا أسعارا مرتفعة على الوقود، مشيرا إلى أنهم يستحقون دعما ماليا في ظل الأوضاع الحالية. ويهدف بايدن من هذا الإجراء إلى خفض أسعار البنزين المرتفعة في الأسواق الأمريكية، والتي تجاوزت مستويات غير مسبوقة. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.